ولنقاش تداعيات فاجعة مستشفى الحسين التي راح ضحيتها العشرات ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية الصحفي حسين دلي. أهلا بكم سيد حسين. أهلا بكم. أقرت لجنة الصحة النيابية بأن حريق مستشفى الحسين مفتعل وجريمة مدبرة، كيف يمكن قراءة هذه التصريحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة، تحية للرافدين وجمهورنا الكريم. نعزي شهداء الناصرية وذويهم. الحقيقة كل الروايات تجمع على أن هذا الحريق مفتعل بسبب نزاع سياسي انتخابي، صراع على السلطة، على المحافظات وعلى المناصب الإدارية في محافظات الجنوب خاصة، وكانت الناصرية عنوان هذا الصراع. هذا الحريق المؤلم في مستشفى الحسين كما ذكرت الشهادات التي أوردها التقرير السابق، هو يأتي بعد 3 أشهر من حريق مماثل أفظع منه، وهو مستشفى ابن الخطيب في بغداد، بما يؤكد أن هذا السيناريو المشابه لذلك السيناريو هو ترجمة فعلية لهذا الصراع وهذا النزاع السياسي، وهذا ينعكس بصورة فجة على العراقيين ويقع تبعاته على كاهلهم. وهذا الصراع يأكل من جرف العراقيين أنفسهم بسبب غياب منظومة المحاسبة، غياب منظومة المراقبة، بسبب إفلات المسؤوليين الحكوميين الرئيسيين من العقاب في كثير من عشرات الحوادث المماثلة المأساوية التي ترتكب وتنتهك حقوق العراقيين على مرأى ومسمع من العالم. هذا الإفلات من العقاب الذي يتكرر سنة بعد سنة يؤكد أن المنظومة الحاكمة في العراق لا تفعل لا تؤدي واجباتها بشكل صحيح، وبالتالي هذا الإهمال، هذا التباطؤ، هذا التخاذل عن أداء مهامها المكلفة بها دستوريا أدى إلى انهيار حقيقي في كل المنظومات، سواء الصحية، الأمنية، على مستوى البنية التحتية في نعم. العراق. سيد حسين، نبقى في هذا السياق، لكن انطلاقا من سيناريو أو الرواية التي تقول أنها جريمة مفتعلة، من المستفيد من إحراق مرضى وكوادر طبية في مؤسسة علاجية تقدم خدماتها لعلاج المرضى؟ والإشكالية الآن أن الصراع هذا الحزبي انقلب إلى صراع ميليشياوي، باعتبار أن الكتل الرئيسية المسيطرة على المحافظات الجنوبية في العراق كلها مرتبطة بميليشيات مسلحة، وهذا الصراع الحزبي السياسي الانتخابي الإعلامي ينعكس ولابد على صراع ميليشياوي مسلح يتخذ أشكال شتى، تارة باستهداف الناشطين كما رأينا في الفترة الماضية، الآن هو استهداف مسؤولين حكوميين بمحاولة زعزعة الأوضاع الأمنية، المنظومة الصحية، الآن مدير الصحة في ذي قار ينتمي أو مقرب من إحدى الكتل السياسية، وبالتالي تسعى كتل أخرى لإسقاطه، ويكون ذلك على حساب أرواح العراقيين غير مبالين بهذه الحالة الإنسانية. الصراع على منصب محافظ ذي قار هو الآخر يلقي بظلاله على هذا الصراع الميليشياوي المسلح، وهذا الأمر ينطبق على النجف وكربلاء والبصرة وحتى بغداد. الصراع الآخر هو في موضوع الانتخابات القادمة، موضوع رئيس الوزراء، موضوع الكتل الفائزة. رأينا يوم أمس أو رأينا اليوم عفوا مقتدى الصدر زعيم أكبر الكتل السياسية يعلن أنه لن يشارك في الانتخابات، هذا ترجمة فعلية للصراع الحزبي السياسي على الصعيد الميداني الذي انقلب كما رأينا على إحراق مستشفيات وعلى يعني انهيار منظومة أمنية شاملة. نعم. هناك تداعيات فعلية واقعة نراها في كل لحظة في الشارع العراقي. إلى أي مدى يمكن القول أن الناصرية تدفع ثمن مواقفها، خاصة إذا رأينا تصريحات منظمات حقوقية تحدثت وقالت إن حرق مستشفى لا يختلف كثيرا عن اختطاف المتظاهرين أو اغتيال الناشطين؟
بالتأكيد الناصرية، شباب الناصرية وأهل الناصرية المنتفضين ضد الفساد الذين كانوا عنوان بارز من عناوين ثورة تشرين العظيمة يدفعون ثمن وضريبة ذلك الموقف النضالي الوطني. هذا المواقف الشجاعة لا ترق كثيرا للكتل السياسية والمرتبطة بالميليشيات المسلحة التي تسيطر على الساحة الفعلية في تلك المحافظات، وبالتالي استهداف مستشفى الناصرية، استهداف الناشطين بالاعتقال والخطف والاغتيالات ترجمة فعلية لمحاولة السيطرة على مقاليد هذه المحافظة ودفع الناس نحو اليأس والقنوط من أي تغيير أو إصلاح ممكن عن طريق المظاهرات أو عن طريق الاحتجاجات السلمية التي ما تزال مندلعة، ونحن على أبواب ثورة شعبية جديدة عنوانها محاولة وقف الإفلات من العقاب التي ستنطلق في 18 من هذا الشهر بعد بضعة أيام لمحاولة إيصال صوت العراقيين واضحا وعاليا في المحافل الدولية، وأن هناك اهتمام إعلامي كبير وحقوقي بهذه الحملة، ونأمل أن تكون فاتحة خير تعود على العراقيين، وتأمل أن تكون خطوة جيدة نحو التخلص من رقة الميليشيات المسيطرة على الواقع الأمني في العراق. أستاذ حسين، أشرتم لنقطة مهمة تتعلق بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ما السبل الممكنة اليوم أمام أهالي ضحايا مستشفى الحسين وقبلهم مستشفى ابن الخطيب وغيرهم من الضحايا؟ ما السبل الممكنة للأخذ بحقوق ذويهم الذين قضوا في مؤسسات علاجية لتلقي العلاج وقتلوا فيها بدل علاجهم؟ يعني في تقديرنا أن السلوكيات الجمعية، الاحتجاجات الجماعية، أن المظاهرات السلمية إحدى الوسائل المهمة جدا لاستمرار الزخم الذي يؤدي إلى إحداث التغيير. إذا كانت هناك خطوات عشوائية وفردية لن تؤدي إلى تحقيق أي تغيير أو محاسبة لهؤلاء المسؤولين عن هذه الجرائم التي تطرأ على العراقيين وواقعهم المرير. وبالتالي فإن إيصال الصوت عاليا في وسائل الإعلام، في الأروقة الحقوقية الدولية وغير الدولية، محاولة استنهاض الهمم، التأثير على شيوخ العشائر، التأثير على النخب السياسية والأكاديمية بغية إحداث تأثير، إيصال الصوت عاليا في بغداد عند رئاسة الوزراء والحكومة والبرلمان، لا بد من أن تكون هناك خطوات فعلية جماعية بصوت عالي موحد تدعو إلى محاسبة هؤلاء المسؤولين المقصرين الذين جعلوا العراق في أسفل السافلين. العراق بسبب هذه الطغمة الفاسدة يحتل المركز 160 على مؤشر الفساد في 2020، وأعتقد أن هذا المؤشر يزداد سوءا وينحدر أكثر فأكثر باستمرار هذه السلوكيات التي أوصلتها إلينا السياسة الضعيفة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتواطؤ البرلمان على عدم محاسبة أي مسؤول حقيقي طيلة الفترة الماضية. شكرا جزيلا لكم الصحفي حسين دلي، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية، شكرا لك.